جميعا. طبعا اليوم درس مهم، شلون طلعت 566 ألف دولار من بداية البزنس في أحد المشاريع إلى تاريخ اليوم. يعني المبلغ هو بقيمة 2,100,000 في طبعا منتصف أو منتصف أواخر 2018 إلى 2019. في 2019 طلعنا مبلغ 245 ألف دولار، يعني بما يقارب 919 ألف دولار من خلال المشروع. اليوم بنتعلم شلون نقدر نطلع هذه الأرقام، بس قبل ما نبدأ خليني أوريكم الأرقام. شايفين هذا حسابنا على باي بال، وهنا من بداية السنة 2019، وهذا هو المدخول اللي نتكلم عنه Sales Activity، وهذا هو المبلغ. هذه من 2018 إلى 2019، طبعا هذا جوجل أناليتكس. هنا الكونفيرجنس اللي نحسب أداء الحملات، وهذا هو الجول، هذا هو المبلغ. أخوكم أحمد المسعري، المدير التنفيذي لشركة دائم، وعندي عدة مشاريع. طبعا عندي مواقع إلكترونية، وأملك بعض المشاريع في قطاع المطاعم. ونبدأ، جاهزين؟ طبعا الدرس اللي بنتكلم فيه اليوم راح يعطينا معلومات أكبر شلون أقدر أفتح بزنس إلكتروني مربح. نبدأ بأول مرحلة. المرحلة الأولى راح نحتاج شيئين، راح نحتاج موقع وراح نحتاج منتج أو خدمة. خلونا نتكلم أول شيء في الموقع، ثم راح ننتقل إلى المنتج أو الخدمة. الموقع طبعا مقسم إلى قسمين، أو عندك خيارين، يا يكون عندك موقع خاص أنت تبني، أو يكون عندك موقع خارجي. والمقصود بالخاص إن أنت الموقع هذا لك الدومين، أنت سويت كل شيء، هذا موقع خاص لك أنت وراح يعرض منتجاتك فقط. الموقع الخارجي طبعا المقصود فيه نفس سوق نون، أمازون، إي باي، أي موقع خارجي أنت يحق لك أنك تعرض منتجاتك فيه. طبعا عرض المنتجات في هذا الموقع، ولكن خلونا نشوف إيش الفرق. أول شيء خلونا نشوف إيش الفرق بين الخاص والخارجي. مع العلم أنا مع أني أسوي الاثنين، وبقول لكم ليه. ما يحتاج ترويج عالي، يعني ما يحتاج تحط حملة ميزانية ترويج عالية، لأنه أوريدي في الموقع أو المواقع الخارجية مثل نون وغيرها فيها ترافيك، فيها عدد زيارات عالية، فهم أصلا يسوقون للموقع من خلال حملاتهم التسويقية. فهنا أنا ما أقول ما تحتاج مرة واحدة، راح تحتاج بس ما هو بالمبالغ العالية، لأن المواقع هذه معروفة وعليها على ما يقولون عليها الرجل. هنا الخاص راح تحتاج ترويج، تحتاج غصبا عنك، لأن هنا ما حد راح يعرفك، فلازم تتكلم عن نفسك ولازم تسوي حملات إعلانية، وبنتكلم بطريقة الحملات الإعلانية اللي هنا. عليهم التوصيل عليهم، طبعا عندهم الخيار ان هم يوصلون المنتجات حقتك، وهذه افضل حل، خاصة لان اللوجيستكس متعب، فهذه إيجابية. هنا التوصيل عليك أنت، فهنا لازم أنت تبني استراتيجية أو مراحل أو آلية لتوصيل البضاعة، إذا كانت طبعا منتج، وإذا كانت خدمة طبعا ما عليها توصيل، ولكن التوصيل هنا عليك. هنا راح يأخذون منك عمولة، هنا ما يأخذون عليك عمولة. طبعا العمولة الوحيدة هي عمولة الدفع، اللي هي البيمنت جيتوي، اللي راح تدفع لهم نسبة. في بعض الشركات راح تاخذ 2.5%، في شركات راح 3.5%، 3.5% من المبلغ عمولة البيمنت، يعني الدفع. خارجي راح تحتاج بحث أكثر. إيش المقصود في البحث أكثر؟ لأن إذا بتعرض منتجك في ناس غيرك عارضين ممكن نفس المنتجات، فلازم تحتاج إنك تبحث عن المنافسين، تتعرف عليهم، تعرف الصور اللي حطوها، الكتابات. فهنا لازم تطور من نفسك، تعرف الأسعار، هل أسعارك منافسة أو غير. هنا طبعاً ما طبعاً يحتاج بحث خارجي خارج الموقع أو خارج موقعك، ولكن ما في أحد ينافسك داخل موقعك أنت، ولكن هنا تحتاج بحث ممكن نقول أقل من البحث اللي هنا، لأن هنا إذا أنت دخلت على الصفحة راح تشوف منافسين كثير، وممكن إذا أنت سعرك الأغلى الناس راح تختار السعر الأرخص إذا كان طبعا نفس المنتج. رأيي الشخصي أنا أفضل أنك تسوي الاثنين، بالعكس أن يكون عندك موقع وأنك تعرض بضاعتك في مواقع غيرك. طبعا هذه تعتمد على نوع البضاعة، يعني إذا بضاعتك في ناس يقول لا أنا بضاعتي عالية الجودة يا أحمد، ما يصير، فيعتمد على البضاعة. خلونا نحط خطين على يعتمد على البضاعة اللي تبغى تسوقها، ويعتمد على هدفك في مشروعك. الموقع راح نتكلم عن المؤشرات بعدين، خلونا الحين ننسى، الحين عرفنا الطرق،
خلونا نتكلم عن المنتج. ايش احتاج اعرف عن المنتج؟ اللي تحتاج تعرف عن المنتج، انت لازم تعرف ايش حاجة الناس عن هذا المنتج. بس لو ابغاك تعرفه، ليش الناس تحتاج تشتري هذا المنتج، ومين الفئة المستهدفة. ممكن تستخدم استراتيجيات كثيرة، منها استراتيجية السفن بيز او الفور سيز او الفور بيز، اللي هي الفور بيز اوف ماركتينج او الفور سيز اوف ماركتينج. اللي ما يعرفش معناها ممكن يبحث عنها. انا تعرفت على المنتج اكثر، عرفت حاجات الناس له، ممتاز. نبدا بالخطوه او المرحله الثانيه، خلصنا حطينا الموقع، عرفنا ايش منتجاتنا، تعلمنا عن الاشياء هذه كلها، فننتقل الحين نقول حق الناس عن الموقع. المرحله الثانيه لازم نسوي لنا خطه تسليم. كيف بسلم المنتج؟ هل بشتري اكياس؟ هل عندي لوجو؟ هل بحط رسالة جميلة جدا للعميل إذا استلم المنتج، مثل ذروك لما تشتري منتجاته يعطيك شكر ورسالة تشجيعية؟ أمانة أنا حسيت بالفارق وحسيت بشيء جميل جدا. سبحان الله، البشر كل إضافة وكل قيمة مضافة تعطيهم إياها دائما يذكرونك، زي ما ذكر ذروك الحين وقلت لكم قصته. خلي الناس تذكرك وتقول قصتك. المرحلة الثانية طبعا أول شيء هو بناء المحتوى. إيش أقصد في بناء المحتوى؟ وكيف راح أبني المحتوى أنا؟ البناء المحتوى أني ببني الرسالة اللي برسلها إلى الناس علشان تدخل إيش موقعي، سواء كان خاص أو كان خارجي. طبعا إيش الرسالة؟ إيش المنتج؟ لو نفرض أن أنا أبيع مثلا، أني أبيع مثلا ملابس، أوكي ملابس. الحين أبني محتوى اللي هو أبغى أبني حملة إعلانية أو رسالة، بس بسويها بقلبها أكثر من رسالة أو أكثر من منتج أو أكثر من تيشيرت مثلا، تيشيرت واحد، وبحط فيه المعلومات. هنا الغمندة على قولهم، هنا الزحمة، هنا اللي لازم نعرف إيش الرسالة اللي راح أرسلها للناس الحين، إيش أبغى أكتب. وبعدين بكتب طبعا كومنت، التعليق اللي بيكون في الحملة. الحملة هذه طبعا مثلا نقول بسوي محتوى حق الإنستغرام، محتوى حق الفيسبوك، محتوى حق تويتر، محتوى على حسب القناة اللي أنت راح تستهدفها. من الأفضل لما تسوي إعلان تسوي أكثر من إعلان، وبطلوا يا ناس تستخدمون البروموشن اللي موجود في الجوال، هذا غلط. فلازم تدخل على الفيسبوك نفسه، هي شركة فيسبوك، وتبدأ بالحملات الإعلانية من المنصة حقتهم علشان تشوف المعلومات كاملة اللي هي الداتا اللي انت تحتاجها. انا مسوي درس كامل عن بناء المحتوى، طبعا اذا حاب تشوف الدرس هذا ممكن تسحب الشاشة اللي فوق، واذا انت تشوف الدرس هذا عن طريق قناة اليوتيوب بحط لك اسم الدرس الحين هنا في الصورة هذه. اسم الدرس كيبيزو، كيف الصورة تطلع أرباح. ننتهي من بناء المحتوى طبعا ننتقل إلى الترويج. الترويج طبعا مقسم إلى أكثر من قسم. قبل ما نضغط زر ابدأ اللي هو أعلن الترويج، هنا أول شيء لازم أعرف أول شيء الفئة المستهدفة، مين هم، مين الفئة المستهدفة من بيع المنتج حقي. اثنين، الميزانية. ثلاثة، مدة الحملة. الحملة هذه اللي بنينا فيها المحتوى مدتها كم؟ المنطقة، طبعا الفئة المستهدفة هي كاملة المنطقة والأمور هذه كلها. طيب الحين هنا بعدين أبدأ الترويج. طيب الحين قلت تكلمنا عن المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، إيش المرحلة الثالثة؟ المرحلة الثالثة هي المتابعة والتطوير. ثلاثة، كتبتها من انجليزي أنا، ثلاثة، أوكي ثلاثة. الثالثة هي المتابعة والتطوير. التطوير الدائم طبعا، دائما أطور منتجاتي، أشوف السوق، فهذا التطوير دائم لازم يكون دائم علشان تكون المرحلة 1 2 بعدين 3. هنا متابعة تطوير، متابعة تطوير. متابعة إيش؟ أكبر غلط من الناس إنه يتابعون بس الفلوس، ما يتابعون أشياء ثانية. المتابعة تحتاج أول شيء وضع شيء اسمه مقاييس، KPIs. KPI لازم أحط KPI. KPI لإيش؟ لكل مرحلة، للموقع طبعا. KPI اللي أقدر أحطه للموقع، الموقع الخاص أكثر. عندنا مثلا مؤشر الباونسنج ريت، اوكي مؤشر الباونسنج ريت هو مؤشر القفز. احط المؤشرات، انا طبعا لازم ندرس المؤشرات لكل خطوه، يعني عندي مؤشرات في الموقع، لازم يكون عندي مؤشر بناء المحتوى، لازم له مؤشر، ايش مؤشر المحتوى اللي بحطه، وعندي مؤشر للترويج، ايش الهدف من الترويج. طبعا ترويج كم شخص دخل للصفحه وكم من الناس اللي دخلوا الصفحه
اشتروا من الصفحة. طبعا نقطة مهمة بالإعلانات، لما تعلن عن تيشيرت معين لا تنقل الشخص أو تحط، إذا ضغطت على الإعلان لازم أروح للصفحة اللي فيها التيشيرت نفسه. فبكذا ممكن إذا عندك 100 تيشيرت أنت راح يكون عندك 100 إعلان. طبعا بالبداية ما راح أقول لك روح حط 100 إعلان، ابدأها تدريجيا. إذا تبغى تسوي شيء عام يعني بتحط صورة وتيشيرتات كثيرة ممكن تسويها، ولكن أنا ضد. أنا أكثر شيء أحبه التركيز، يكون شيء سهل، سهل للمتابع أو سهل لمشاهد الإعلان، بحيث أنه يعرف إيش المنتج اللي بيشتريه، ولما يضغط يروح نفس صفحة المنتج علشان يشتري بسرعة. عليه ما تبغى الموضوع يطول، كل ما طالت المدة يعني من ضغط الإعلان يدخل يدور المنتج نفسه اللي يبغاه بالإعلان، ثم ما ادري المهم شاف الاعلان حب الصوره يشتري الصوره بس. انا نسيت اقول لكم الباونسنج ريت اللي هو نسبه القفز، نسبه القفز يقول لك المؤشر هذا، اذا المؤشر لو نقول مثلا طلع لنا 70%، 70% يعني 70% من الناس اللي دخلوا الصفحه طلعوا من الصفحه بسرعه، يعني ما عجبتهم الصفحه. ايش المؤشر هذا يعلمني؟ المؤشر هذا يقول لي يا احمد في شيء غلط بالصفحه، الناس ما هي عاجبتها صفحتك، فلازم أبدأ أرجع أتابع وأعيد أشوف إيش الأشياء الغلط في صفحتي. هل الصور واضحة؟ الكلمات ما جذبت الناس؟ الفئة المستهدفة ممكن تكون غلط؟ في مليون ألف شيء ممكن يكون غلط. ممكن الصفحة جميلة ولكن الفئة المستهدفة غلط، عرفت؟ فلازم نشوف الثغرة الموجودة ولازم نحط المؤشرات. أما لا تشوف أن المواقع الإلكترونية سهلة، الموضوع وله صعب، ولكن الموضوع يحتاج حرص ومتابعة ومعرفة وقراءة الأرقام. دائما أقول الأرقام تقول لك كل شيء، إذا عندك أرقام وحطيت أهداف الأرقام بتقول لك كل شيء، راح تقول لي إذا المشروع هذا كويس ولا ما هو كويس. أتمنى أنكم استفدتوا. طبعا كان ودي أني أشرح أكثر، ولكن الدرس زي كذا ممكن ياخذ ساعات، ولكن حطيت لكم الأشياء الأساسية اللي المفروض تركزون عليها. أتمنى أن الدرس استفدتوا منه، وبإذن الله راح توصلون المليون. وإذا استفدت من هذا الدرس أتمنى تنشر الحساب وتنشر قناة اليوتيوب إذا أنت قاعد تشوفها من قناة اليوتيوب.